السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة عن فطائر السمكة أو الحوتة بالعجينة السحرية بدون اختمار وبدون دلك. كتحضر في 10 ديال الدقائق، ما كتاخدش منها بزاف ديال الوقت، فخليكم معايا حتى لآخر الفيديو. غادي نشارك معكم المقادير والطريقة ديال التحضير، كنتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش كيف ما العادة من اللي لايك ديالكم، من تعليقاتكم اللي كتخليو ليا في كل فيديو. غادي نوجد الحشوة، هي الاولى غادي نحتاجو ليها في المقادير. عندي هنايا واحد البصلة متوسطة الحجم، قطعتها بحال هكا على شكل مربعات. عندي الفلفلة بالالوان، كيمكن لكم ديرو غير لون واحد. هنايا خديت شوية ديال الفلفلة الصفراء والحمراء والخضراء، 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين. عندي هنايا شويه ديال البوزروك وشويه ديال القمرون منقي. بالنسبه للحشوه ديال اليوم انا غندير فيها شويه ديال الحوت، وانتم يمكن لكم تعوضوه بالكفته، اللحم المفروم. ديروا مثلا واحد 200 غرام ديال اللحم المفروم، اولا تقدروا ديروا العلبه ديال الطون حتى تسوطيو هاد الخضر هادو وتضيفوا لهم العلبه ديال الطون، لكم الاختيار. عندي هنايا شويه ديال الفرماج محكوك، الزيت النباتي والتوابل. عندي هنايا شويه ديال الفلفل الاحمر، تحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، فلفل الاسود، وشويه ديال الخرقوم البلدي. هذا الشيء اللي كنحتاجو في الحشوه. غادي ندوز دابا نوجدها معاكم. خديت هنايا المقله، غادي ندير فيها شويه ديال الزيت النباتي، درت هذه البصله هذه غادي تشحر شويه، عاد من بعد نزيد عليها الفلفله. غنخليهم كيتشحروا واحد شويه ومن بعد غادي نزيد العطريه. غادي نزيد القزبر والمعدنوس مقطعين، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيد معلقه ديال التحميره، الفلفله الحمراء الحلوه. غادي نزيد هاد الزلافه هذه ديال البوزروك، القمرون، صافي. وغادي نخلي هاد الحشوه هذه كطيب حتى تكمل الطياب ديالها. كنخليوها كطيب حتى كتنشف تماما من الماء، ما كيبقاش فيها، حيت درت القمرون والبزروك غير ديال المجمد، كيطلقوا واحد شويه الماء ملي كنبداو نطيبوهم. كيف ما كتشوفوا معايا انا خليتها حتى نشفات تماما من الماء. صافي، غادي نزيد دابا هاد الزلافه ديال الفرماج، وغادي نخليها على جنب كتبرد، وغادي ندوز باش نوجد معكم العجين. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو باش نوجد معكم العجين، غادي نحتاجو بيضه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الملحه. عندي هنايا يوغورت ولا دانون طبيعي، ما تكون فيه حتى شي نكهه من الاحسن. وعندي نص كاس ديال الزيت النباتي. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الخليط الكميه اللي غادي تكفينا باش غنجمعوا هاد الخليط ديال البيض واليوغورت ديال دانون والزيت. غادي ندوز دابا باش نخلط معكم العجين. خديت هنايا الزلافه اللي غادي نخلط فيها، درت هنا البيضه، غادي نزيد عليها هاد نص كاس هذا ديال الزيت النباتي، معلقه صغيره ديال الملحه، والمعلقه صغيره ديال السكر سنيده، المعلقه الصغيره ديال الخميره ديال الحلوه، غادي نزيد هاد دانون، غنخلط مزيان هاد الخليط هذا حتى يندمج ليا البيض مع الزيت ودانون، عاد من بعد غادي نبدا نضيف الطحين بالتدريج.
صافي. من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نبدا دابا نزيد الدقيق. كيف ما قلت لكم الدقيق على حسب هذا الخليط هذا، يعني ما كاينش واحد القياس معين، يعني كتبقاو تجمعوا في العجينه كتزيدوا الدقيق وانتم كتجمعوا في العجين حتى كيتجمع لكم، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش العجينه عاوتاني مرخوفه. صافي انا غادي نبقى هكذا حتى نجمع العجينه. من بعد ما جمعت العجين كنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا، ما كيكونش قاصح بزاف وما كيكونش مرخوف بحال هكذا. صافي دابا غادي نقسمو على كويرات اللي يكونوا متساويين في الحجم تقريبا. غادي ندير ما بين واحد، انا غادي نشوف ما بين 6 حتى 8 ديال الكويرات. خرجت من العجين 6 ديال الكويرات اللي متساويين في الحجم. صافي كنقادوهم بحال هكذا، وضروري ما نديرو شويه ديال الدقيق باش ما يتلصقوش لينا. بالنسبه للعجين ما كنخليوه لا يخمر لا حتى شي حاجه، مباشره من بعد ما كنعجنوه كنشكلوه على كويرات وكندوزو نخدمو به مباشره. انا غادي ندوز دابا باش نبدا نعمرهم، وغادي نشكلهم معكم على شكل سمكه ولا حوته، غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نشكلهم. كنبسطوا العجين على شكل بيضاوي كيف ما موضح عندكم في الفيديو. كناخذوا الموس ولا القطعه ديال البيتزا وكنشكلوا اشرطه بحال هكذا، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، نفس الأشرطة اللي درت من هنا 6 غنديرهم من الجهة الأخرى ويكونوا مقابلين معاهم في نفس القياس. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة بحال هكذا. ما كنوصلوش حتى للوسط حيت هنا فين غنديروا الحشوه، غادي ناخذ شويه ديال الحشوه ضروري ما الحشوه تكون بارده باش ما تقطعش لينا العجين. صافي كنقادوها بحال هكذا. كنتمنى يكون كلشي موضح عندكم في الفيديو. وغادي ناخذ هاد جوج اشرطه الاولين هما اللي غنصايب بهم الراس ديال السمكه. غناخذ هذا غنجيبو هنا ونضغط، وناخذ الثاني وغادي نجيبو هنا ونضغط. صافي وهادو اللي بقاو ليا غنخدم بهم على شكل ضفيره. كنبقى نهز ونجيب لهنا ونهز هذا ونجيبو هنا. صافي وكنبقاو غاديين بحال هاد الشكل هذا هكذا، كنبقاو غاديين وكنخالفوهم هكذا حتى كنكملوهم كاملين بحال هكذا. صافي في هاد الطريف هذا الاخير هو فين غادي نصايب الديل ديال السمكه. غادي نقادو شويه بحال هكذا. صافي انا غادي نحيد واحد شويه ديال العجين بحال ما هكا. غادي ناخذ الموس وغندير واحد الخطوط بحال هكذا، كنشكلوا الديل ديال السمكه هاك. صافي وهي تشكلات عندنا، كنتمنى يكون واضح عندكم. من بعد ما كنكملهم كاملين كناخذوا واحد الحبات ديال القرنفل بحال هكا، المسمار ديال القرنفل، وكنديروه هنايا في الراس ديال السمكه باش كنديروا لها العين ديالها بحال ما هكا. نقرب لكم باش تشوفوا. صافي غادي ندوز باش نديرهم في الطاوله اللي غادي تدخل الفران. كناخذ الاصفر ديال البيضه وكندهنهم كاملين باش ملي ندخلهم الفران ياخذوا اللون مذهب ويتحمروا. صافي غادي ندخلهم كيطيبوا، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو.
من بعد ما خرجتهم من الفرن هكذا كيجي الشكل ديالهم، كيجيو محمرين بداك الصفر ديال البيض اللي درنا. غادي نقرب لكم وحده باش تشوفوا، غادي يعجبوا الوليدات الصغار اكثريه. وبحال هكذا كيكون كتغيير في المائده، تقدروا ديروهم في المائده ديال رمضان ان شاء الله، كيجيو زوينين في الشكل ديالهم. وبالنسبه للعجين كيمكن لكم تعتمدوه باش تصايبوا بزاف ديال الفطائر وتخرجوا اشكال متعدده. العجين كيجي رطب ومقطن وهشيش. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم والفيديو ديال هذا النهار. ما تنسونيش من لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم ان شاء الله الجديد ديالي. كنتمنى تجربوهم في الدار وينالوا اعجابكم. كنقول لكم بسلام عليكم ونهاركم مبروك، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.